الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. رئيس الوزراء يتابع موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. بايدن يعلن مقتل أبو إبراهيم القرشي زعيم تنظيم داعش في عملية للقوات الأمريكية بسوريا. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 والتي ستنطلق غدا الجمعة. تأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي الضخم تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علاء الحلواني رئيس القسم السياسي بجريدة الأخبار المسائي. مساء الخير أستاذ علاء. مساء النور بحضرتك. أستاذ علاء، كيف ترى أهمية الزيارة في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الصين والقاهرة؟ طبعا عارفين العلاقات اللي تنامت في الفترة الأخيرة ما بين مصر والصين، وبالذات في بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، شفنا ده على عدة محاور. يمكن بدأت باللقاءات أو بالقمة الثنائية اللي عقدت بين الرئيس والمسؤولين في الصين في أكثر من مرة، بالإضافة إلى ما حدث في قمة الصين وأفريقيا اللي احنا شفناها في وشفنا نتائجها الهامة جدا على عدد من المستويات. يمكن كانت أبرزها الاتفاقيات اللي عقدها الرئيس في أولى زياراته للصين أو في إحدى زياراته للصين مع المسؤولين هناك وشركات القطاع العام والخاص بما يزيد عن 18 مليار دولار. بعدها شفنا اتفاقية الحزام وحزام الطريق، وشفنا عدد من الأحداث الهامة اللي بترسخ فيها مصر مع الصين سواء على المستوى الاقتصادي أو سواء على المستوى السياسي والعسكري في العديد من القضايا. يمكن لا. كان هناك تعاون عسكري، كان هناك تعاون اقتصادي. عارفين ما يمر به العالم في الفترة الأخيرة من أزمات سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي والعربي والأفريقي في المنطقة العربية. ويمكن احنا يعني الفترة الأخيرة العالم كله بيبحث عن تكتلات جديدة أو عقد شراكات سواء اقتصادية أو تحالفات عسكرية، وإحنا يمكن شفنا ما يماثل ذلك مؤخرا فيما يجرى على الأرض الأوروبية أو على الأراضي الأوروبية بين الشرق والغرب في بسبب حلف الناتو وروسيا وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا الدور المتنامي لكل هذه الأزمات. الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن هدفه الأول في هذه الزيارة هو هدف اقتصادي في المقام الأول، لكن ده ما يمنعش أن هناك العديد من المسائل التي يبحث الجانبين عن التنسيق فيها وهو الوضع العالمي. لكن ما يهم مصر هنا ما يهم مصر في هذه القصة هو المصالح المشتركة التي يتم بحثها بين الجانبين وتفعيل جميع ما تم الاتفاق عليه سواء من خلال اللجان المشتركة بين البلدين لمتابعة ده أو أيضا ما يتعلق بعقد اتفاقيات وشراكات اقتصادية جديدة، خاصة أن الصين لها
ان الصين بتعتبر مصر هي البوابه الرئيسيه لتوزيع منتجاتها داخل القاره الافريقيه. نعم. وايضا للاضافه للاستثمارات الصينيه اللي هي موجوده في مصر في الفتره الاخيره وزادت زياده كبيره. نعم، انا بشكرك استاذ علاء الحلواني رئيس القسم السياسي بجريده الاخبار المسائي، شكرا جزيلا على هذه المداخله. هذا وتنطلق غدا الجمعة في العاصمة الصينية بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والتي يفتتحها الرئيس شي جين بينغ، حيث يقيم مأدبة للترحيب برؤساء الدول والحكومات الذين سيحضرون حفل الافتتاح. وسط تدابير مشددة ومثيرة للجدل للوقاية من وباء كوفيد-19 ومقاطعة دبلوماسية من عدد من الدول التي قررت عدم المشاركة للتعبير عن رفضها لأداء بكين في سجل حقوق الإنسان، يفتتح الرئيس الصيني الجمعة أولمبياد بكين الشتوية 2022 والتي تستمر في الفترة من الرابع إلى السادس من فبراير في العاصمة الصينية بكين. ويقيم الرئيس الصيني شي جين بينغ مأدبة للترحيب بجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين في الحفل الافتتاحي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022. ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الافتتاح إضافة لعدد من رؤساء الدول أبرزهم ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة وملك كمبوديا ورئيس سنغافورة والرئيس البولندي ورئيس أوزبكستان إضافة لعدد من رؤساء وزراء عدة دول. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي الضخم تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. وحمل جاكي شان الشعلة الأولمبية على قمة سور الصين العظيم، حيث بدأت بكين العد التنازلي قبل ساعات من انطلاق الأولمبياد، حيث من المقرر أن يتم نقل الشعلة عبر مناطق الألعاب الأولمبية الثلاث، بدءا من وسط المدينة إلى منطقة بانشينغ وأخيرا تشانجياكو في مقاطعة خبي المجاورة. القائمون على الحدث العالمي اتخذوا إجراءات احترازية مشددة وأقسى مما كانت في طوكيو، حيث أقاموا فقاعات صحية صارمة لا يغادرها المشاركون إلا لدى مغادرتهم البلاد. وتحظر الإجراءات على الزائرين دخول أو مغادرة الفقاعة الأولمبية التي تضم أماكن إقامة المشاركين ونظام النقل ومواقع المسابقات، إضافة إلى الفنادق المحصنة والمنشآت التي ستستقبل المنافسات ومواقع الفحوص اليومية للكشف عن كوفيد-19. ويعيش في هذه الفقاعات نحو 60,000 شخص يضعون الكمامات بشكل إجباري ويستخدمون الروبوتات للحصول على القهوة والمشروبات والوجبات، وإذا دخل موظفون أو عمال أو رياضيون لسبب أو لآخر يفترض أن يلتزموا بعد خروجهم بحجر إلزامي.
يذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ هذه الألعاب ستكون بكين المدينة الأولى في العالم التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد أن استضافت في عام 2008 دورة الألعاب الصيفية. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز. وخلال اللقاء عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن برامج تستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية وتأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها في العمل الحكومي. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف خضعوا لبرامج تدريبية عديدة لتنمية مهاراتهم. عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية وعدد من أعضاء مجلس النواب. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن هدف الاجتماع هو فتح أهم القضايا التاريخية المعقدة، مشيرا إلى أن الحكومة تستمع إلى الكثير من الخبراء والمختصين ولديها دراسات عديدة حول هذا الأمر. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية بهدف الوصول لصيغة عادلة ومراعاة البعد الاجتماعي. أكد رئيس الوزراء على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية لاستراتيجية صناعة السيارات في مصر، وشدد خلال اجتماعه مع وزراء المالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام على أهمية الإعلان عن خريطة طريق للخطوات التنفيذية هذا الشهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات وتطوير الصناعات المغذية لها. من جانبها أشارت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستسهم في تنمية حجم الصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن دورها في تطوير السوق المحلية التنافسية ونقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا متطورة في هذا المجال لمصر. شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور لدفع العمل بتلك المشروعات، خاصة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من المشروعات التنموية الكبرى وتعمل الحكومة على الإسراع في تنفيذها في أسرع وقت. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع كل من وزيرة التخطيط ووزير النقل ومحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث تم استعراض مشروعات وزارة النقل والتعويضات المطلوب تدبيرها والتي تصل إلى 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة العامة للطرق والكباري. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مصطفى غالب محافظ البنك المركزي العراقي، وذلك خلال اللقاء أشاد مدبولي بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق. وأضاف أن المشروعات التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية أكسب الشركات المصرية خبرة متميزة وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات، وإن مصر جاهزة للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعمار العراق. من جانبه أعرب مصطفى غالب محافظ البنك المركزي العراقي عن سعادته بتواجده في مصر، وأبدى إعجابه بالتجربة المصرية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر، مؤكدا حرص بلاده على بدء تفعيل التعاون المشترك. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن إصدار الحكومة قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي
على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكافة المدارس والجامعات ستبدأ في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الخامس من فبراير من عام 2022 وحتى الخميس 17 من فبراير من عام 2022. وأوضحت الوزارة أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 22 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد، وذلك بمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 22 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. واشتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام. كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو. وتنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة. كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق سطح أهرامات الجيزة أبرزت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين. وعبر تقنية الفيديو كونفرنس ناقشت العناصر المنفذة سبل التعاون في التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح. يأتي التدريب آمون 22 تعزيزاً لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لتسليم المفرج عنهم وأسر النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل مساعدات عينية ومشروعات صغيرة في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة للتأهيل بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة، هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. هنا بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون مساعدات عينية من أجهزة كهربائية ومواد غذائية ومشروعات صغيرة قدمتها وزارة الداخلية للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في إطار المنظومة العقابية الحديثة التي تهتم بالنزلاء عقب الإفراج عنهم وتلبي متطلبات واحتياجات أسر النزلاء. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. الحقيقة شيء يفرح بالإضافة للمشروعات الصغيرة اللي قدمت للأسر النزلاء السابقين اللي بتفتح لهم طاقة أمل وطاقة عمل جديدة. شفنا النهاردة حاجة مشرفة وباين يعني في كل المجالات والاهتمام بالنزلة وتنميتهم وصفحتهم وتقديم اليد العليا لهم لإعادة تأهيلهم والانخراط في المجتمع مرة أخرى، حاجة مشرفة بجد يعني. فرصة تم إتاحتها للمفرج عنهم بمساعدتهم لإنشاء مشروعات صغيرة ليتمكنوا من التكسب من ورائها لمواجهة أعباء الحياة اليومية. وحاول أنا أقف على رجلي تاني وأرجع أبدأ مستقبل نفسه حياتي مستقبل جديد. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقفته معنا وان هو بيساعدنا وان هو بيخلينا حاجه في المستقبل او حاجه في البلد. كده هستلم النهارده عربيه عامل عليها اكل وعيش منها وابدا حياه جديده. بالانسانيه والامل وبالاراده والعمل والحب بيننا. وقد حرص قطاع الحماية المجتمعية على تنظيم احتفالية لتسليم هذه المساعدات التي تتسم بالدورية والاستمرارية، وهو ما أشاد به المفرج عنهم وأسر النزلاء. الناس كلها واقفة جنبي بيقولوا لي أنت عايزة إيه؟ ووعدوني طبعاً إن عايزة مشروع، قالوا لي هنعمله لك. كنت كاتبة قبل كده على مكنة خياطة جابوها لي، ودلوقتي كنت كاتبة على جهاز جابوه لي. كل شهر خد بالك تدينا مساعدات، وعلى دخول المدارس وخد بالك لبس الاولاد وشنطه كتب واي حاجه محتاجينها بنلجا ليهم وهم بيتاخروش عننا. الاحتفاليه شهدت فقرات موسيقيه وغنائيه قدمها نزلاء مركز الاصلاح والتاهيل وادي النطرون تعكس نجاح البرامج المتخصصه لاثقال مهاراتهم الفنيه والتي يشرف عليها مختصون في هذا المجال. كنت بمارس مهنة الإنشاد الديني وجيت هنا نمو معايا المهنة. بطلع كل يوم بعمل بروفات وفي دكتور بيجينا نستفاد برضو منه حاجة. وتحرص وزارة الداخلية على إتاحة فرص عمل للمفرج عنهم في المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم الحياتية ومواصلة الحياة بصورة كريمة، ما يساعدهم على الاندماج السريع في المجتمع. المنظومة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية تعتمد على برامج إصلاحية متطورة أعدها خبراء ومختصون لإعداد وتأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع. كذا تمتد الرعاية إلى المفرج عنهم وأسر النزلاء بتوفير احتياجاتهم ومسنداتهم لإقامة المشروعات، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن قطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصل إلى قرية المنصورية في محافظة أسوان، وتم تطوير جميع الخدمات الصحية والعقارية والبنية التحتية والمدارس والمؤسسات والمنازل وغيرها، وذلك بعد زيارتين للرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة. جاء ذلك خلال افتتاح قرية المنصورية في محافظة أسوان بعد إعادة إعمار المنازل وتسليم مشروعات تنموية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. حياة جديدة كانت في انتظار 40 أسرة من أهالي قرية المنصورية بمحافظة أسوان والتي صنفت من القرى الأكثر احتياجا. وفي احتفالية بهذه المناسبة شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تسليم مؤسسة صناع الخير مفاتيح المنازل الجديدة للأهالي بعد تطويرها بدعم من أحد البنوك الوطنية. دور وزارة التضامن أن تصل القاعدة مع القمة وأن تخلي السياسات دي برامج وأنشطة بتنزل على الأرض المواطن يحسها كل يوم في حياته. وزارة التضامن لا تعمل وحدها، الأزرع الحقيقية والتنفيذية ليها هو المجتمع المدني، السادة المحافظين هم الحقيقة اللي بيسروا لنا كل حاجة، والوزارات الشريكة طبعا. فيعني إن شاء الله الحياة الكريمة لن تكتمل إلا بنا معا. منزل تسليم مفتاح
إضافة إلى 30 مركب صيد مجهزين بمواتير لتسهيل عملية الصيد على أهالينا في قرية المنصورية وللعمالة اللي بتشتغل في مجال الصيد هنا في القرية. المركب طبعا ده بيبقى أداة لتوفير مصدر دخل دائم ومستدام لأهالينا هنا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات بيتم إعدادها وتوفيرها في القرية زي مركز تحفيظ قرآن، مركز تأهيل وتدريب. كما شملت الاحتفالية توزيع 30 مركب صيد على الأهالي بديلا عن المتهلكة، والتي تتيح لهم حرية التحرك بكل أمان. الحمد لله احنا كانت معانا مراكب هلكانة، ودلوقتي الحمد لله دعمنا بمراكب حديد، وهي اللي بتخلينا نقدر ننزل البحر واحنا ايه مطمنين. الاول كانت مراكب غرقانه، ممكن بناخد ساعه المركب معانا بتتملى ميه ومنعرفش نشتغل بها ولا بنعرف ننوم فيها، لكن دلوقتي اللهم صل على النبي كانها فندق. بارك الله فيكم، شكرين جدا جدا، بارك الله فيكم. وجبت لنا سنابك بماتورات بعد ما كنا بنشتغل في القريب الاول. كانت الحاله تعبانه معانا، اول ما بقينا نتبعد جبت لنا الماتورات، جينا نتغرب، نروح الطويسي ونروح دراو ونروح الجعافري، جينا نتغرب، العملية تحسنت شوية. المركب حاجة مشرفة ما شاء الله يعني، وده حينفعنا يعني في البرد في البحر يعني، المركب ما يتبلش ما يجيبش مية معانا الحمد لله يعني. جزاهم الله كل خير يعني، وهم والله يشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الوزيرة والله السيد المحافظ. تعد قرى الصعيد المستفيد الأول من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث استحوذت قرى جنوب مصر على النصيب الأكبر من المشروعات بنسبة 96.8% من إجمالي اعتمادات المبادرة. بتسليم 40 منزلا بعد التطوير والبدء في 30 مشروعا تنمويا، يعيش سكان قرية المنصورية حياة جديدة بعد معاناة من التهميش والتجاهل ظلت لعقود. من محافظة أسوان، محمد الخطيب، النيل. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار. نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها، وتؤكد مصر رفضها البالغ تلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. كما تجدد مصر في الوقت ذاته دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل أبو إبراهيم القرشي زعيم تنظيم داعش في عملية لقوات خاصة أمريكية بسوريا، مؤكدا أن الفضل يرجع لمهارة وشجاعة القوات المسلحة الأمريكية. وفجر أبو إبراهيم الهاشمي القرشي ومعه 13 شخصا أيضا بينهم نساء وأطفال نفسه بقنبلة لتقتله على الفور وجميع من كانوا بصحبته. في عملية عسكرية بمنتصف الليل استخدمت فيها وزارة الدفاع الأمريكية المروحيات والقوات الخاصة، انتهى العد التنازلي لحياة أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم تنظيم داعش الإرهابي بشمال غربي سوريا. لحظة بلحظة تابع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أعضاء من فريق الأمن القومي تفاصيل العملية، وبعد نجاح المهمة الخاصة أعلن بايدن بفخر أن مهارة القوات الأمريكية قد أزاحت الهاشمي زعيم التنظيم الإرهابي الأبرز وعادت القوات بسلام. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن العملية التي تمت في ساعة مبكرة من صباح الخميس قد أسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم 6 أطفال و4 نساء. وأفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن القريشي هو الذي فجر نفسه في بداية العملية بقنبلة قتلته وأفراد أسرته. روايات سكان قرية أطمى الهادئة الواقعة بالقرب من الحدود التركية كشفت تفاصيل العملية التي استغرقت ساعتين تقريبا بالقرب من مخيمات النازحين السوريين. سمعت واحد كأنه لهجته عراقية أو سعودية عم بيقول لها يعني، الأغلب عم بيوجه لست يعني الحكي لوحدة، عم بيقول لها إنه سلمي نفسك. وظلت هي المحاولات وينادوا والطيران عم يفتل شي 3/4 الساعة، فما حدا استجاب كأنه. بعدين صار في إطلاق نار من الطيارة يعني، لحتى سمعت صار في مثل إنزال مظلي. جاء
جرت مهمة قتل زعيم داعش في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا التي تسيطر عليها المعارضة، وتعد المداهمة الليلية في إدلب أكبر عملية من نوعها منذ مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بالمنطقة ذاتها في أكتوبر من عام 2019، حيث تعد إدلب مأوى للعديد من كبار نشطاء تنظيم القاعدة والجماعات الموالية له، كما وجد مسلحون آخرون في إدلب ملاذا بالمنطقة التي يسيطر عليها مقاتلون مدعومون من تركيا. جاءت العملية الأمريكية الخاصة في مرحلة حاول فيها داعش شن سلسلة من الهجمات أحدثها هجوم استغرق 10 أيام أواخر الشهر الماضي للاستيلاء على سجن في شمال شرق سوريا يقبع به عناصر من تنظيم داعش. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الثامنة، ومباشرة إلى أحمد يوسف. تفضل أحمد. شكرا غدا، ومشاهدينا نبدأ معكم عناوين الاقتصاد. والبنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. إلى النشرة الاقتصادية، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، متوقعا انتعاش معظم قطاعات الاقتصاد في الأمد القريب وبقاء التضخم تحت السيطرة. وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%. وقالت اللجنة إن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر من 5.6% في نوفمبر ظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 5 إلى 9%. التقى محافظ البنك المركزي طارق عامر نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف والوفد المرافق له بمقر البنك المركزي المصري، وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك وسبل تطوير العمل في قطاع المصارف بين الجانبين في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والعراق، وذلك عبر توقيع مذكرة تعاون وتبادل خبرات في مجال القطاع المصرفي. وأكد طارق عامر استعداد مصر بكل ما تمتلكه من إمكانيات وخبرات لخدمة الشعب العراقي، فيما أعرب محافظ البنك العراقي عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية، موضحا أن مصر تجني ثمار الإصلاح بفضل قيادتها الحكيمة. استقبل المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محافظ البنك المركزي العراقي لبحث آلية تفعيل التعاون في مجال العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة كيفية الاستفادة من المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مؤكدا في الوقت ذاته حرص هيئة الاستثمار على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. أعلن وزير المالية دكتور محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة نبين جامع في اجتماع مشترك بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي للمشحونات والصادرات اعتبارا من أول يوليو من عام 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلا من النسبة المطبقة حاليا حتى مشحونات 30 من يونيو لعام 2021 وقدرها 15%. واتفق الوزيران على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من تلك المبادرة، شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات. إلى الزراعة، حيث أكد وزير الزراعة السيد القصير ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة على صعيد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن دعم مساعي دواجن الوطنية الرامية إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة دواجن الوطنية السعودية لبحث سبل دعم التعاون المشترك، حيث استعرض القصير جهود الدولة في المجال الثروة الداجنة والتي تجاوز حجم استثماراتها 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل. تواصل لمديريات التموين متابعتها لصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقة الدعم والتأكد من مطابقته للمواصفات الموضوعة والوزن. وأكد مدير مديريات التموين أن الخبز المدعم يصرف للمواطنين على المنظومة دون تغيير. 30,000 عامل يعملون يوميا على هذا الحالة ياسر، واحد من هؤلاء الذين وجدوا في جودة الدقيقة طريقا لإنتاج خبزة مطابق للمواصفات. دي بيجي نظيف جدا وموازينه تبقى كويسة وعيش طالع مظبوط وعيش طالع 100 100، حتى الزبون ما بيشتكيش عندنا من العيش هنا خالص، بيجي لنا على طول. فال30,000 مخبز ينتجون يوميا ما يزيد عن 250 مليون رغيف خبز مدعم، طورت لهم التموين ما يزيد عن 150 مطحنة إضافة إلى إدخال الغاز. الخبز المنتج من مخبز بيعمل بالغاز الطبيعي، الرغيف بيبقى زي ما احنا شايفين بيبقى إنتاجه أنضف وريحته أحلى، وما بيبقاش حتى فيه عادم في المخبز لصحة المواطن وريحة العيش صحة العمال اللي شغالين في المخبز. وبحسبة بسيطة فإن الدولة تدعم منظومة الخبز بحوالي 50 مليار جنيه سنويا لتلبية احتياجات المواطن من الخبز المدعم على بطاقة الدعم. أنا بطمن المواطن من هنا إن مفيش تغيير في المنظومة إطلاقا، المواطن ممكن يجي في أي وقت وبأي مخبز ياخد اللي عاوزه من العيش، مفيش تغيير في المنظومة. كل ذلك يأتي وسط رقابة تموينية كبيرة تقوم بها مديريات التموين يوميا للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه. عندنا على مستوى محافظة الجيزة ما يقرب من 23 حملة بصفة يومية مستمرة تجوب أنحاء ومراكز وأحياء محافظة الجيزة كلها، والعمل مستمر على مدار اليوم. أي حد توجد عنده مشكلة في صرف الخبز أو أي سلعة يتواصل معنا على الفور يتم حلها، ونحن متواجدين في الشارع بصفة مستمرة. المواطن وكالعادة وجد في توفير الخبز طريقا للحمدة، والوفرة التي يتميز بها والجودة التي توجد به أيضا سهلت له الأمر. العيش زي الفل، الله يبارك للناس، الله يبارك لهم على عيشهم زي الفل. جميل الحمد لله، نعمة من عند ربنا. أي وقت ما جاي باخد العيش بتاعي كويس والله، ما حدش اشتكى من العيش. لا وإحنا بناخده منه وعيش نظيف جدا. وبحالة الرضا المواطن اختتم الحديث عن أي إشاعة تحاول الجماعة الإرهابية الترويج لها. وبعيدا عن عراب الأزمات تبقى منظومة التموين كما هي بحسب المسؤولين بالتموين، وما على المواطن إلا الوصول إلى أحد المخابز التي يصل عددها إلى 30,000 مخبز للحصول على دعمه في أي وقت. رمضان الشحات، النيل. لازلنا مشاهدين معكم والنشرة الاقتصادية، حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين العرب الأفراد على بعض الأسهم الكبرى والقيادية. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 749.9 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 8.3 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.46%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.5%. قال عباس الحلبي وزير الإعلام اللبناني بالإنابة أن مجلس الوزراء قال إنه سيطبق سعر صرف منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022. وأضاف الوزير عقب اجتماع ناقش خلاله المجلس مسودة ميزانية 2022 أن مجلس الوزراء سيعفي واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة. يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية ناجمة عن تراكم الديون، مما جعل البلاد تكافح لتدبير ما يكفي من النقد الأجنبي لتغطية تكاليف الواردات الأساسية والوقود، وهو ما تسبب في نقص حاد في الطاقة.
مشاهدينا لازلنا مستمرين في هذه النشرة، ونذهب الآن إلى الزميلة غدا. أشكرك غدا. أحمد أهلا بكم من جديد. تواصلت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 بمشاركة 1000 ناشر عربي وأجنبي لعرض إبداعاتهم الثقافية، بما يساهم في تطوير حركة النشر ودعم الإنتاج المعرفي والترجمة. أنشطة ثقافية وفعاليات متنوعة تلبي احتياجات ورغبات الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل، بمشاركة أكثر من 1000 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، والذي يهدف إلى رفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر لترتقي بالمنتج الثقافي العربي. أنا بشارك في المعرض بصفة مستمرة من أول ما كنت طالب في الجامعة. السنة دي بشارك بكتب من إنتاجي أنا، من تأليفي في السيرة النبوية. المعرض جميل جدا وفي كل الإمكانيات ومتنوع، ما كل التنوع. النهارده ليا رواية جديدة نازلة بيها السنة دي في معرض الكتاب، وكان ليا 3 روايات ورقي سابقين يعني، والله وشايفة ان هو ما شاء الله الإقبال كويس، على قد ما احنا كنا خايفين بسبب موسم الامتحانات والأجواء والأمطار وكده، بس الإقبال ممتاز يعني في معرض الكتاب السنة دي. المعرض شهد إقبالا كبيرا من الجمهور بمختلف مراحله العمرية لتفقد أجنحة المعرض، والذي يحتوي على الناشرين والعاملين على صناعة الكتاب وتقديم الجديد في المحتوى الثقافي والمعرفي بأحدث الأساليب التكنولوجية. معرض بالنسبة لنا من الحاجات العظيمة جدا اللي احنا بننتظرها من كل سنة لسنة. بالنسبة للفعاليات السنة دي بالذات، يعني هو أكتر تنظيما وأكتر استجابة للقارئين بمعنى أصح. بالنسبة للكتب وتنوع إصداراتها والأسعار وكده، أنا مبسوط يعني تقريبا السنة دي نشريت أكتر من 300 كتاب لغاية دلوقتي، وما زلت مستمر يعني حتى الآن. في أماكن كتيرة، الهيئة المصرية للكتاب طبعا دي أكتر حاجة أنا اشتريت منها كتب. حبيت أشتري سعيد، وحبيت أشتري في كتب تانية مش عارفها. المعرض الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يستمر حتى 7 فبراير الجاري، ويعد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم. استطاع معرض القاهرة الدولي للكتاب أن يكون منصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية في المنطقة والعالم، وأن يكون بوابة أمام الناشرين لعرض إبداعاتهم الثقافية، بما ينعكس على تطور حركة النشر وتنمية وعي الفرد والمجتمع وفتح مسارات جديدة لصناعة المعرفة والإبداع العربي. من داخل معرض الكتاب، أحمد ممدوح، أني. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار الكرة والملاعب، تفاصيل أخبار الرياضة في بانوراما 8، وعودة من جديد إلى أحمد يوسف. إليك أحمد. غدا، لا أدري ما هي دعواتك وتوقعاتك لمنتخب مصر والمباراة المرتقبة بعد قليل، لكن على أي بعد قليل المنتخب الوطني يسعى لترويض أسود الكاميرون للعبور إلى نهائي أمم إفريقيا؟